النبي صلى الله عليه وآله. نأتي إلى هذه النظرية، نظرية ابن أبي الحديد وقبل ابن أبي الحديد، ونظرية الكتاب الإسلاميين كثير منهم الآن، نظرية الشورى. النبي صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس، قضية الإمامة شورى بينكم، أنتوا انتخبوا جيد. هذا تقنين نظام الشورى، ما يحتاج إلى توضيح. ما معنى الشورى؟ أنا أجيب لكم مثال. عمر عين شورى، حدد معالم هذه الشورى، من يشترك في هذه الشورى؟ الجواب: عمر قال 6 أفراد، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، 6 أفراد. إذن عين الأفراد المشتركين في الشورى، كم يتداولون؟ الجواب: 3 أيام فقط، يجب في خلال 3 أيام يعينون واحد منهم إمام. ما هي ضوابط الاختلاف؟ إذا هؤلاء اختلفوا، ما هي الضوابط؟ عمر عين قال: إذا صاروا أقلية وأكثرية اضربوا أعناق الأقلية وحكموا رأي الأكثرية. جيد. إذا تكافؤوا، يعني هؤلاء 6، 3 منهم كانوا في كفة و3 في كفة، فماذا نفعل؟ عمر يفكر في هذا، قال: فرجحوا رأي الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف. ليش؟ هذا بحث آخر. هذا النظام الذي وضعه عمر إلى وين كان يؤدي؟ ليش قال عينوا الجماعة، رجحوا الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف؟ هذا بحث آخر يرتبط بالتاريخ وبتوجه الثاني ونظرته وهدفه من هذه الشورى. فحد واضح: أكثرية أخذوا الأكثرية، أقلية اضربوا أعناقهم، تكافؤ الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف. النبي، هذا عمر، يريد يحدد إمامة من بعد مؤقتة، كم؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 4 سنوات، بمقدار حكومة الإمام الثالث الذي يأتي بعد عمر. النبي صلى الله عليه وآله اللي يريد يحدد نظام الشورى إلى يوم القيامة، مو لعام وعامين و3 أعوام، إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول شورى وانتهى. هذا هو شورى. شورى يعني شنو؟ مو معلوم. شورى من؟ مو معلوم. شورى جميع البلاد الإسلامية، لو شورى المدينة فقط؟ مو معلوم، النبي ما قايل. إذا شورى أهل المدينة فقط، شورى كل أهل المدينة، لو صنف خاص من أهل المدينة؟ مو معلوم، النبي ما قايل.
إذا صنف خاص من أهل المدينة فمن هم هؤلاء الصنف؟ مو معلوم. هل هم العسكريون؟ مو معلوم. هل هم السياسيون؟ مو معلوم. هل هم العلماء؟ مو معلوم. هل هم المهاجرون؟ مو معلوم. هل هم الأنصار؟ مو معلوم. هل هم الأوس والخزرج من الأنصار؟ مو معلوم. ماكو ضوابط. المكان ما له ضوابط، الزمان ما له ضوابط، الأصناف المشتركين في هذه الشورى ما لها ضوابط، المواصفات التي يجب أن تكون في الإمام مو معلوم. هل يجب أن يكون عالماً؟ لو لا، حتى إذا كان جاهل ما يعرف معنى الأب وفاكهة وأبا أيضاً انتخبوا إمام مو معلوم. هل يجب أن يكون من قريش أم لا؟ مو معلوم. هل يجب أن يكون هاشمياً أو لا؟ مو معلوم. إذا اختلفت الأمة على قولين في انتخاب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، فقول من هو المرجح والمحكم مو معلوم. هالشكل يعني هالشكل يقنن القانون،